استئناف المعارك في جبهة مقبنة 30 كيلومتر غرب تعز أدى لسقوط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي وصالح بنيران الجيش الوطني، وتصدت مواقع قوات الشرعية غرب المدينة لهجوم عنيف مصحوبا بقصف مدفعي استمر لساعات طويلة على اللواء 35 وجبل هان ومدارات. في ساعات متأخرة من الليل قامت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالهجوم على جبل هان، محيط جبل هان ومدارات ومعسكر 35 اللواء 35، وحيث كانت هناك تغطية شرسة من تبة السلال على جبل هان والمناطق المتمركزة فيها المقاومة الشعبية، حيث أن الأبطال ومقاومة المقاومة الشعبية قاموا بالتصدي. الجبهة الجنوبية من معسكر خالد حقق فيها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما مستمر في جبهة الكدحة وسيطر على مواقع بجوار تلة الخزان، فيما اقتربت قوات الشرعية من مراكز مديريتي الوازعية وموزع آخر مديريات للميليشيا جنوب غرب المحافظة، وهو ما يعني أن المعسكر بات محاصرا باستثناء منفذ واحد. ورجحت مصادر عسكرية أن يتم استكمال تحرير معسكر خالد خلال أيام، كما استعنفت المعارك في جبهات الصل وحيفان شرق محافظة تعز لتحرير ما تبقى من مواقع عسكرية في الكدحة وفي الوازعية وفي منطقة البرح. تدور الشباكة أيضا إيش عنيفة، حيث يطوق الجيش الوطني معسكر خالد من ثلاث جهات، ويزداد الخناق كل يوم على هذه الميليشيات داخل المعسكر، وهناك تطورات أيضا في منطقة الوازعية. ليلة دامية شهدها سكان تعز جراء قصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقع تمركز الميليشيا في السلال وسفت الوكلابة، كنوع من العنف اليومي الذي تمارسه الميليشيا بحق المدنيين الذين تحاصرهم من إدخال الغذاء والدواء والإغاثات. تعرضت الأحياء الشرقية من تعز لقصف عنيف من قبل ميليشيا الانقلاب في عملية تمويل محاولة تسللها إلى الجبهة الغربية، لكنها عادت خاسرة بالأرواح والعتاد. بلال الصبري، الإخبارية، تعز.